الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، تأسست عام 2007، هي أولى الجامعات الوطنية الخاصة، ومنذ ذلك الوقت تمكنت الجامعة من ريادة مجالها محلياً، وبذلت جهداً كبيراً للحفاظ على تميزها الأكاديمي وجودة برامجها بتطبيق أحدث المعايير العالمية وتنفيذ أفضل الممارسات الأكاديمية. كلية الطب هي إحدى كليات الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، تسعى لأن تكون في موقع الريادة بين سائر كليات الطب طبقاً لمعايير الجودة العالمية للتفوق الأكاديمي، ومواكبة لطبيعة العصر واحتياجات المستقبل وتحدياته. تتبنى الكلية استراتيجية التعلم الذاتي المرشد باكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات التي تؤسس للممارسة المهنية الجيدة القائمة على حل المعضلات، إضافة إلى عدد من الطرق والاستراتيجيات التعليمية الحديثة. تمنح كلية الطب بالجامعة الليبية الدولية درجات الإجازة الجامعية البكالوريوس في الطب والجراحة، وتسعى للبدء في الدراسات العليا خلال المدة القريبة القادمة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق والشرف، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلاً رعاية الطبية للقريب والبعيد. الشكر لكم على ما بذلتموه لتصلوا إلى هذه اللحظة، والشكر لرئاسة الجامعة ومجلسها والكلية بوظائفها وأعضاء هيئة تدريسها. الشكر الخاص لأولياء الأمور من آباء وأمهات، والشكر لمن كان له دور في احتفالنا اليوم بتخرج هذه الدفعة. والسلام عليكم ورحمة الله. أعلن قرار تخرج الدفعة السادسة لكلية الطب البشري. مدة الدراسة بالكلية لحملة البكالوريوس 5 سنوات ونصف، تنقسم إلى 4 مراحل. المرحلتان الأولى والثانية، وهما مرحلة العلوم الطبية الأساسية، وتدرس في كلية العلوم التطبيقية، ومدتها 3 سنوات. أما المرحلة الثالثة بكلية الطب ومدتها 2.5 سنين، تشمل السنة الرابعة والخامسة. أما المرحلة الأخيرة فهي تدريب الامتياز، ومدته 1 سنة كاملة. يتم تدريب الطلبة بالمرافق الصحية التعليمية بالمدينة. وتنقسم المقررات التي تدرس بالكلية إلى مقررات متطلبات التخرج، وهي مواد إلزامية يستوجب على الطالب استكمالها كشرط للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وتخضع للتقييم وينطبق عليها النجاح أو الرسوب. مقررات متطلبات البرنامج التعليمي، وهي مواد أساسية إلزامية تعتبر للتخرج ولا تخضع للتقييم، مثل مقررات التفكير الناقد ومهارات التواصل والخدمة المجتمعية.
ومواكبة لتطورات العصر وتفاعلا مع المستجدات والأزمات مثل جائحة كورونا، فإن الكلية تقوم بتسيير شؤون الدراسة والامتحانات عبر نظام التعليم الإلكتروني، إما بطريقة التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني التفاعلي المتزامن باستخدام مهارات التعلم الإلكتروني ووفق معايير الدليل الإرشادي لبناء وتفعيل التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي. ولتسيير العملية التعليمية توجد بالجامعة معامل وقاعات وفصول مجهزة بكل وسائل الخدمات التعليمية كأجهزة اللوحات الذكية وعروض بيانات الأنظمة الصوتية، أجهزة الكمبيوتر، اللوحات البيضاء وغيرها، إضافة إلى معمل المهارات السريرية والمجهز بأحدث الدمى والأجهزة الطبية الخاصة بالتدريب، مع توافر مكتبة تحوي مجموعة متنوعة من الكتب وأجهزة الحاسوب ووصلات الإنترنت للوصول إلى المجلات الطبية المختلفة. ولتأكيد ودوام التواصل بين الطالب وطاقم الكلية الإداري والتعليمي، تتبنى الكلية نظام المودل كمنصة تعليمية إلكترونية تخص المناهج الدراسية، ويتم من خلالها إجراء الاختبارات، فضلاً عن كونها بوابة نقاش تفاعلية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ونشر الأخبار والإعلانات ومواعيد الاختبارات. ولتوجيه الطالب ومتابعة تحصيله ومساعدته في حل المشاكل الدراسية وتقديم يد العون في الشؤون العامة والأكاديمية، تكلف الكلية مرشدين أكاديميين لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة خلال مسيرتهم الدراسية. وتمثل الأنشطة العلمية الأكاديمية سواء حملات التوعية والتثقيف أم إحياء الأيام العالمية حجر الأساس في أجندة عمل الكلية، ومن ضمن أولويات الكلية تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي ومساهمة الكوادر الطبية في الرفع من شأن الرعاية الصحية والمجتمعية. لا تغفل الكلية جانب المناشط التي تدعم مسيرة الطالب أكاديمياً، بحيث يتم تنظيم عدد من المناشط عبر مكتب النشاط الجامعي، تشمل المناشط الرياضية والثقافية والاجتماعية سواء بالجامعة أم خارجها.